أعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بطولة الكابويرا لعام 2017 والتي ستقام خلال الفترة من 12 ولغاية 15 من يناير الجاري بالتعاون مع الجمعية البرازيلية للكابويرا وبرعاية الشبيبة إعلاميا، وذلك عبر مؤتمر صحفي عقد أمس في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. وسيشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ومدرب وخبير في اللعبة يمثلون 23 دولة.